وتم تطبيقه غايه الكرسي بناء على الدستور المتكون سيانا ان العداله كما لا يفرق هي الضامن الاكبر للامن والاستقرار والتلاحم الذي تشكل مواطنه الحقائق، وهي في نفس الوقت مؤثر فاعل في تحقيق المجتمع واشاعه الطمانينه بين افراده واتاحه فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي وفتح الباب لحياه ديمقراطيه صحيحه تمكن من تحقيق ما نصب اليه من امل. انتهى النقل الملكي السلبي، ولا يغيب عن الساده قضاه الجمهور الذين يشدد الطرح بهم ان القضاء يلعب دورا رئيسيا في ترسيخ قيم العداله وحقوق الانسان في دوله الحق والقانون، وان فعاليه دوره قريبه بفعاليه احتياجه واستقلاله والتقيد بمبادئ العدل السلميه والحرص على احترام تقاليد القضاء واعرافه والمحافظه عليه. فمن القضاء كما جاء في كلمه السيد الرئيس المتكلم مجلس الاعلى للسلطه القضائيه بمناسبه تخرج فوز 47 القضاه التي تنتمون اليه بتاريخ 21 مايو 2021، تتطلب منكم بعض التضحيات يقتضيها وقار القضاء وحرمته اللذين اصبح امانه في اعناقكم، وتتطلبها مبادئ العدل والانصاف وما تقتضيه من التزام بالتجرد والحياد والاستقلال، وهو ما يستلزم الحرص على التحلي بها في المس في السر واظهار عن الناس في العلن، وهي من هذا المنطلق تخضع لصرامه المجتمع نظرا للدور الجسيم الذي يطلع به القضاء في حياه الامم والمهام العظمى التي يطلع بها القضاء في ضمان الاستقرار والامن داخل الاوطان. اننا ملزمون دستوريا وقانونيا واخلاقيا من منطلق سمو المهام الموكوله الينا الالتزام بواجب المحكمه وبعدم ابداء الراي في القضايا المعروضه والتقيد بواجبات اخلاقيه مقترنه تقسيما بالدستور ونظام اساس القضاء ومحدده توضيحا بمدونه الاخلاقيات القضائيه باعتبارها صدام التمام لكسب قدر من القضايا وضمان تكريس الامثل من امن القضاء وحمايه لكرامه مثل القضاء وحمايه المقتضى صدر الامر القضائي عن جناب الشريف اسمه وهو الزهراء بتعيين السيد رضا ازدل قاضيا بالمحكمه الابتدائيه لوجده والسيد مصطفى الزهر قاضيا بالمحكمه الابتدائيه لوجده مع الاقامه بمركز جرده والسيد مريم قطني نائبا لوكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه لوجده مع الاقامه بمركز جرده والتي تريد بجسد عمر. وبناء على ملتمس السيد وكيل الملك اصرح ان الساده رضا ازدل مصطفى الزهر مريم قطني قد وصفوا في منصبهم يوم الثلاثاء رابع للقعده 1442 هجرية الموافق ل 15 يونيو 2021 ميلادية بقاعة الجلسة العمومية رقم 6 بالمحكمة الابتدائية بقصر العدالة بوجدة، ونطلب منهم أن يلتحقوا